وآخر ذلك آخر العلامات نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا تسير، تحشرهم إلى أن تجمعهم في أرض المحشر. وعلى هؤلاء تقوم الساعة بأن يبعث الله قيام الساعة على شرار أهل الأرض وعلى شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم في الأرض من يقول الله الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وقيام الساعة يا أيها الإخوة يكون كما قلنا بالعلامات ثم بالنفختين، والصحيح أنهما نفختان ليستا بثلاث، فإن النفخة الأولى نفخة طويلة أولها فزع كما في آخر سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يفزع. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إذا نفخ في الصور أصغى ليتا وأرخى ليتا، يتوحى الإنسان ثم يزداد صوتها ويزداد هذا الفزع إلى أن يكون صعقا، فهي نفخة عظيمة أولها فزع وآخرها صعق، والصعق هو الموت. ثم نفخة بعدها يقوم الناس بعدها لرب العالمين كما ذكرها جل وعلا في آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه يا رعاكم الله هي أشراط الساعة العشر الكبرى التي جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهي إذا وقعت وقع أولها تتابعت البقية كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته، والمؤمن يتهيأ ويأخذ الأهبة وقد ظهرت عليه من علامة الساعة الصغرى ما ظهرت، فيتأهب لقيام القيامة، وكل من مات فقد قامت قيامته وأقبل على ما قدم من عمل ومن إيمان، إما أن ينفعه الله به أو يوبقه الله جل وعلا بضد ذلك.